خلونا نروح بقى لحاجه تانيه، او يعني لحاجه قريب. ديانا سعد جرجس مؤسسه مبادره اسمها شجره التوت. بتعمل ايه مبادره شجره التوت؟ بتعمل عمليه دمج لاخواتنا اصدقائنا اهالينا من اصحاب القدرات الخاصه في المشهد الفني الثقافي في مصر. ديانا موجوده معانا على التليفون؟ الو؟ ايوه فندم، مع حضرتك. فندم ايه ولا فندم ولا حاجه، يوسف خبط لزق، مفيش حاجه اسمها فندم. ازيك يا ديانا؟ الحمد لله تمام. عامله ايه؟ كله تمام؟ كله حلو. بتضحكي على ايه؟ لا مبسوطه يعني. علشان بقول لك ولا فندم ولا بتاع. طيب معلش، انا عارف ان انا ابقى ساعات بقول حاجات لم يعتاد الزملاء ان هم يقولوها، بس انا خلقتي كده يعني. انا بقول اي حاجه. المهم، لا فخورة اني مع حضرتك. لا يا ستي، ده احنا اللي نتشرف، ده احنا اللي نتشرف، خصوصا بالمبادرة اللي انت عاملاها. انت الفكرة دي جات لك ازاي يا ديانا؟ انا كنت بمثل مسرح من زمان، ومثلت مسرح ومثلت حبة افلام قصيرة كده صغيرة. حلو. وفي نفس الوقت كنت بشتغل في مجال التنمية، وكنت بنسق تدريبات مع الاشخاص ذوي الاعاقة، فكنت بحضر تدريبات كتير معاهم. وفي يوم من الايام بنت من الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه، كنا بنحكي حاجات شخصيه عننا، فحكت انها قابلت تنمر وهي بتحاول تدخل مسرح الجامعه. فمن هنا نور في دماغي فكره، او هو سؤال، هو يعني هو ليه فعلا مش بيتم الدمج ده في الورش اللي احنا بناخدها في المسرح؟ ليه المسرح مش متاح بس لاستقبالهم كمتفرجين، لا متاح ان هم يطلعوا ويعبروا بنفسهم كاشخاص مستقلين، المخزون بتاعهم على مر يعني حياتهم مهم في التعبير ومهم في المسرح ان احنا نستخدمه ان هم يعبروا عن ده. وده كمان بيأثر على رؤيه الدراما للاشخاص وحكاياتهم، ان هم يبقوا متواجدين. ده هيأثر طبعا، لا القصص بتاعتهم هتتاخد بشكل مفتعل زي ما بيحصل او كنا بنشوف كتير في الفترات في زمان اكتر يعني من دلوقتي، ولا هو هيتم بشكل تعاطفي زياده، لا هيتم التعامل بشخص عنده مخزون مختلف عني، زي ما كل واحد عنده مخزون مختلف. فكمان هم مخزونهم مهم جدا لينا في الدراما وفي الفن وفي الثقافه. ومن هنا جات لي الفكره ان هو لا، طب ما يلا نعمل دمج. يعني هو كمان ليه حتى لما بيتم ورشه او حاجه بيبقى بينعزلوا؟ طب ما انا كده ما عملتش حاجه، هم كده برضو لسه منعزلين يعني، مش مندمجين برضو معانا. ففكرت اللي هو ليه لا ما نجرب، وبدات ادخل كذا حاضنات اعمال ان هم يساعدوني في الاستشارات الفنيه والثقافيه. ودخلت اكتر من حاجه، منها مؤسسه معاهده المقروفه، وحاليا في بسيطه لايف. وبسيطه من يعني حابه اذكرهم لان هم من اهم الناس يعني اللي وصلتني للي انا للتكريم ده او للي انا فيه بمجهودهم معايا. بس ومن هنا جت الفكره، وهي اسم شجر التوت كان اكتر حاجه في الفكره كانت يعني، او واحنا بنفكر كنا بنضايق ان خاصه في المسرح كان بيتم بس ان هم يبقوا موجودين في احتفاليه، ان هم يعملوا عرض وبرضه بيعملوا لوحدهم. مش ليه بقى اسم شجره التوت؟ ما دي الفكره، انه يعني هو نبات التوت او الفاكهه بتاعه التوت هي مختلفه وفيها الوان كتير، بس بتطلع في فصل واحد هو فصل الربيع. ايوه، زي ما بيتم الاهتمام بالاشخاص ذوي الاعاقه في مناسبات معينه، طبعا دلوقتي بدات الدوله تهتم بيهم يعني بجهود طبعا عظيمه، بس زمان كان بيتم كده، ودي كانت حاجه بتضايقنا اللي هو ليه، طيب هم ليه احنا عاملين اصلا اليوم العالمي يعني طبعا دي حاجه مهمه، بس اللي هو يعني هو بفكر بطريقه اعمق، يعني هو ليه في اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقه؟ طب ما هم موجودين، عشان هم موجودين فلازم يبقوا موجودين باستمراريه. بس وده الهدف، ان احنا الورش بتاعتنا دي تفضل مستمره، ولغايه لما حقق ان يبقى في فرقه دامجه مسرحيه تسافر عروض وتحقق كتير يعني ان شاء الله. برافو عليكي، انا سعيد باللي انت بتقوليه. اصل اللي انت بتعمليه ده ديانا، والنوع ده من الفرق ما كانش ملقى عليه اي ضوء زمان، ما كانش حد بيحس بيه، وكانت ساعات الناس تتعامل معاه باستهتار او بتعالي. فانا فرحت جدا بالمبادره وبالفرقه، ده حاجه، وفرحت قوي بان انا الاقي فيه تكريم ليكو بجد يعني، لانه ده معناه ان احنا فعلا الدوله ماشيه والله العظيم بسرعه صاروخ صاعد كده،
حاجه جميله يعني. انا بشكرك جدا ديانا سعد جرجس، مؤسسه مبادره شجره التوت. خدتوا بالكم من اختيار الاسم؟ اصلها بتطرح في موسم واحد بس اللي هو الربيع، وده اللي كان بيحصل، بياخدوا بالهم مننا في مواسم. دلوقتي بقت الحكايه خلاص مختلفه تماما.